صباح الورد، لماذا أسقي النباتات كل صباح؟ سؤال عادي، الجواب لكي لا تموت. جواب بديهي، لكن في الأساس ليس هذا الجواب الصحيح. الجواب لأنها أرواح أيضا، تحيا، تنمو، تتكاثر، تتزاوج وتتواصل فيما بينها، وتتواصل أيضا مع البشر، وهذا الأهم. فعلا أثبتت دراسات علمية كثيرة أن للنباتات قدرة على التواصل فيما بينها ومع بقية الكائنات ومع البشر أيضا، ولي في هذا المجال تجارب كثيرة. وفي هذا الصدد، عالمة فلك وروحانية من إنجلترا تواصلت معها في السنوات الأخيرة، أخبرتني أنها في فترة من الفترات كانت زرعت نباتات بحديقتها وأهملتها. في تلك الفترة تعبت كثيرا في حياتها وأحست بطاقة سلبية تحيط بها، كان السبب هي النباتات التي لم تهتم بها. فالمرجو لكل من عنده نباتات أو أشجار في الحديقة أن يهتم بسقيها، لأنها أرواح فعلا ممكن أن تصدر طاقة إيجابية أو طاقة سلبية على حسب المعاملة. هذا شيء مؤكد حصل لأكثر من شخص. فيما يخص تجربتي الشخصية، أعتبرها تجربة روحية بامتياز. كنت في أحد المرات بحديقة عامة كبيرة جدا، وقفت بقرب شجرة تعد قديمة بعض الشيء، فقط رددت آية قرآنية من سورة الرحمن: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بعدها بدأت تصلني ذبذبات ومعلومات من خلال الشجر عن ماهية الوجود، ومعلومات كونية عن الخلق وعن الحياة بشكل عام. طبعا لن أحكي التفاصيل بأسرها لأنها تخصني شخصيا، البعض منها، بالإضافة إلى أن الأفكار تسرق، هذا شيء معروف في العالم العربي وبشكل عام أصلا. أخبرني أن لا توجد حياة واحدة فقط في هذا الكون الشاسع، بل هناك حيوات. حياة واحدة ليست كافية لمعرفة الذات الإلهية بشكل صحيح وبشكل مكتمل، لذلك هناك حيوات وتجارب عديدة. كل شخص يدخل من حياة إلى حياة أخرى، من تجربة إلى تجربة أخرى، لكي تكتمل تجربته في هذه الحياة. معلومات كثيرة حصلت عليها من خلال التخاطر مع الشجر، معلومات كونية فيها بعض أسرار هذا الوجود. المرجو الاهتمام بالنباتات والأشجار، بسقيها وبالحفاظ عليها، لأنها هي أيضا أرواح. هذه هي الرسالة البسيطة التي يمكن تمريرها من خلال هذا الفيديو. أسعد الله صباحكم.